حمسة عبدي بره رئيس الوزراء حكومة فدرالك آهي سوماليا يا لغو وضا إنو ما انتا هورتغو حلبانة دا بارلمانكا فدرالك سوماليا فريما حالي لو دير دمان حلبانة دا لبدا أقل إي بارلمانكا فدرالك سوماليا يا لغو ورقليي إن ما انتو إسنين أه بارلمانكا وهر إمان دونو حمسة عبدي بره خطبتنا هالكا أو كجيدين دونو مددي دستور كوميلغار كاهو سين يا رئيس الوزراء هو كوسو مغعابو حكومة دا سوماليا اما قولها وسيرة دا ايام ماان تاكو اغ وحانا لفيل ايا ان رئيس الوزراء هو مدنياشا بارلمان كا كعصد ان لسيو وقت كلاو كوسو مغعابو حمنها قولها وسيرة دا دولة دا فدرال كاه سوماليا قرشها اه ان لغو دا واقو حمنها قولها وسيرة دا ايا بلانتو وحي هيد اللحية توانكي بيشن هيش واحد جري خلاف توغن إيا مدد بان أو دحيا مدحوين حسن شيخ محمود إيا قدوم يها قولها شعبكا شيخ آدن محمد نور شيخ آدن مدوبي سيدا آد كغبوغتين وراركي هوري كبحا إذا عدا شبه اللي قدوم يها قولها شعبكا إيا كودغن إن دمان لغا تلقليو حمناها قولها وسيرة دا يكايمان إيا كونفور قلبيد أما إن لسيو أو آن لغا تابن إلا سدح وسير إيا هل وسير دولي مدحوينها دولة فدرالك آهي سوماليا حسن شيخ محمود أيالا شيغي إن أرن كاسي أكو عسلاتي ما دام أو هوري بلان أغو غادي مدحوينها كونفور قلبيد عبد عسيس لفتقرين تاسو أحيد إن مد لوغة تلقلين دونو حمناها قولها وسيرة دا كيمان يا لين عمامل كونفور قلبيد سوماليا dadka u dhundulay la siyaasada Soomaaliya ayaa kula talinaya madaxweynaha raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha golaha shacabka inay si degdeg ah u soo magacaabaan xubnaha golaha wasiirada maadaama dalka hadda uu wajahayo abaaro baahsan oo si isku mid ah u saameeyay dadka iyo dunyada go'aanka ugu dambeeya ayaa maanta laga warsugaya wasiirka koowaad ee dalka inuu mar kale Janis ka cusudo xilibanada golaha shacabka oo ah in ay siiyaan muddo ku siman 20 bari ama 10 bari oo mar kale uu ku soo magacaabi karo xubnaha golaha wasiirada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale idaacadda Shabeelle ayaa waxay heshay xogta ah in xalay mar kale ay kulmeen raisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare iyo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe kulanka ayaa wararku waxay sheegayaan inuu jiro isku soo dhawaasho ka fiican kii hore maadaama kulamadii hore lagu kala kacay labada dhinacna isku afgaran waayeen qaabka iyo habka loo wajahayo soo magacaabitaanka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka direyso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت